تتواصل انطلاقة أشواطنا مشاهدينا متابعينا الكرام، أشواط صباحي هذا اليوم في هذه الانطلاقات والتحديات. ينطلق الشوط 17 في هذا المنطلق وفي هذا التحدي الجميل اللي يحمل لنا تحديات هذا الصباح وهذه الانطلاقات. الشوط 16 الخاص بالابكار، نسير مع مقدمة الشوط والمراكز الأولى. نشوف هناك الدانه اللي مسيطر، سالم بن حمد بن سالم بن هدفه الذي تنطلق على المركز الأول، بينما المركز الثاني شوف التحرك. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل وتنطلق هنا في هذه اللحظات الشاهينية، عامر بن سعيد بن سالم العمري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف التواصل والدخول في هذه اللحظات الجميل والرائع. يا سلام، تدخلت في هذه اللحظة نهب محمد بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع في ثلاثية المقدمة. وفي هذا الانطلاق نسير هناك مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف التحرك، شوف التغيير على المركز الأول اللي غيرت على المركز الأول مشاهدين العزاء. يا سلام، الشاهينية راشد بن محمد بن حميد العامري اللي انطلقت إلى مقدمة الشوط في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع، بينما المركز الثاني في هذه اللحظة وصلت وتحركت في هذه اللحظات. شوف الوصول من الشبلة، مبخوت بن محسن بن يابر المري اللي انطلقت على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف التحرك، شوف الوصول من دستور وحمد بن نافع، حمد بن نايع بن راشد الغفلي، وصلت في هذه اللحظات والوصول في هذه اللحظة. انطلقت الظبي سعيد بن سالم بن سعيد الغفلي الذي انطلقت في هذه اللحظات. يا سلام، الغفيلي واصل في هذه اللحظة، ولكن السيطرة لا زالت مشاهدين العزاء تحت أقدام الشاهينية. راشد بن محمد بن حميد العامري، تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن حميد العامري على الفوز بالمركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت في الظبي سعيد بن سالم بن سعيد الغفيلي، والمركز الثالث وصول من نهب لمحمد بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة، والمركز الرابع وصلت فيه مشاهدي العزاء للفائزة لمايد بن غانم المنصوري، والمركز الخامس شوف الوصول من الجزيرة لسعيد بن محمد بن سعيد العفاري. نعود التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام وهذه الشاهينية لراشد بن محمد بن حميد العامري في توقيت زمني قطعت وفازت في هذا الشوط 3 دقائق و3 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما وصلت في المركز الثاني اللي هي الظبي، قطعت المسافة في فترة زمنية. بنشوف الظبي هذه لسعيد بن سالم بن سعيد الغفيلي اللي فازت بالمركز الثاني. نشوف توقيتها الزمني على شاشة التلفزيون 3 دقائق و4 ثواني 4 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث اللي وصلت في نهب لمحمد بن سيف بن عبيد بالكديدة، قطعت المسافة. بنشوف معه بالكديدة في توقيت زمني مقداره على شاشة التلفزيون، والمركز الثالث 3 دقائق و6 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.